أعمل في هذه المهنة من بعد حرب عام 2014. تحولت المهنة من بناش وسيارات إلى بناش وكرات. اليوم صار عملنا متعب وشاق، وفي الشيء الكهرب مش دائما متوفر عندنا، وصرنا نشتغل كل أغلب بشغلنا كله يدوي. في صعوبات كثيرة بسبب عدم توفر قطع الغيار، لأن المعابر مسكرة وبسبب الاستغلال. قبل الحرب كنا نعمل البنشر 5 شيكل، اليوم بنعمل البنشر ب20 وب30 شيكل. أتمنى الحرب تخلص في أسرع وقت لأرجع ما أشتغل ميكانيكي سيارات بدل ميكانيكي كرات في بلدي وفي محلي وفي بيتي.